السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مهندس ياسر من قناة ستيبس أكاديمي. النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا وتركية كده لسه جديدة في الفوتوشوب، هتسهل معانا الدنيا قوي. احنا النهاردة عايزين نغير الباك جراوند بتاعت الصورة دي بطريقة سهلة جدا، ومتحتاجش ان احنا نقعد نعمل سيلكت كتير ونغيرها لكذا لون، والموضوع يبقى معانا سهل جدا ما ياخدش منا دقيقة. طيب هنعمل ده ازاي؟ تعال نشوف بعد الانترو. أهلا بكم مرة تانية. الفوتوشوب عمل معانا حاجة سهلت علينا موضوع السيلكشن، أو ريحتنا من البعبع اللي الناس كلها بتخاف منه، موضوع السيلكت، إنها تعمل سيلكشن لصورة معينة أو لباك جراوند أو لعنصر معين في الصورة. على طول بنراجع الأدوات اللي إحنا خدناها، إحنا هنعمل بماجيك تول ولا بالكويك سيلكشن ولا بالبين تول ولا أو هنعمل بطريقة من اللي إحنا اتعلمناهم، طريقة مختلفة خالص. بنفكر في حاجات كتيرة قوي. دلوقتي الفوتوشوب سهل علينا الموضوع ده، بداية من فوتوشوب مثلا 2020، والموضوع بقى سهل جدا، وبقى يعني كان موجود قبل كده بس دلوقتي بقى احترافي اكتر. طيب تعال نشوف لو احنا معانا صورة بسيطة زي دي ممكن نفصل الباك جراوند بتاعتها ازاي، ونغير الوانها بطريقة سريعة ومختلفة. طيب هعمل ايه؟ هاجي هنا من على قائمة سيلكت، ونيجي نشوف موضوع ايه السيلكت سبجكت. من هنا الاداه دي كانت موجوده قبل كده، او الاختيار ده كان موجود قبل كده بس مش بالذكاء الاصطناعي اللي اتعمل من اول فوتوشوب 2020، وبقى الموضوع ذكي جدا وبيتعرف على الشكل بتاع السبجكت بتاعنا بطريقه قويه جدا، لدرجه ان احنا لو عندنا شعر او اي حاجه خفيفه او حاجه الاوباستي بتاعها قليل او فيها شفافيه بتقدر تتعرف عليها. طب تعالى نجرب كده ونشوف لما ادوس عليها ايه اللي هيحصل في تكه واحده من الحاجات اللي احنا كنا بنعملها زمان، ونعمل 500 اعداد ونغير ونختار البكسلات عشان نعرف نفصل، ونفكر احنا هنفصل لون ولا هنفصل كونتراست ولا شكل. الموضوع بقى سهل جدا بتكه واحده اهو، ما كملش معانا ثواني وخد الشكل بتاعي بالتفاصيل بتاعته، بالشيب بتاعته، بالحته الصغيره اللي هنا دي، بكل حاجه فيه بتكه واحده. طيب لو مثلا الصورة بتاعتنا فيها حاجة تانية، أو حاسس إن الشيب بتاعها هيبقى محتاجه يبقى سوفت شوية، مش عايزه يبقى هارد، ببساطة بروح على أي أداة من أدوات السيلكشن وبختار الإعداد اللي إحنا متعودين عليه دايما اللي هو سيلكت أند ماسك. طب ده بيعمل إيه؟ ده اللي بقدر كنا يعني شرحناها في حاجات قبل كده بس نقولها تاني. بقدر أعمل سوفت شوية للصورة، بقدر أعمل فيزر، أقلل الفيزر. طبعا أنتوا شايفين أهو الخط الأبيض اللي بره بيتحرك إزاي لما بغير في الفيزر، الشيفت ايدج اهو. عايزين نركز، لما تيجي تبص على التفصيلة تبص على الخط الابيض اللي في الجنب. بص شايفين دلوقتي ايه اللي حصل اهو، نشوف الفرق ما بين كده معايا اهو، بين الخط الابيض اهو في الجنب وما بين كده. دي بترجع لك على ملهاش مقياس وملهاش رقم معين، دي على عينك بتشوفها على عينك. طيب اهو، فانا مثلا بختار الاعدادات بتاعتي، بزود الفيزر شوية، بزود السوفتنس، وبعد كده بدوس له اوكي. هي الصورة اصلا كانت متحددة من الاول، بس انا بقول لو عندك مشاكل بتخش فين في سيلكت اند ماسك وتقعد تعدل في الماسك بتاعك. طيب دلوقتي ده هيبقى السيلكشن بتاعي، فعندي دلوقتي اكتر من حل، تعالوا نشوف منهم الحل الاولاني. الحل الاولاني ان انا اروح هنا من layer واختار new في layer واختار solid color، ادوس اوكي. هيقول لي انت محتاج الخلفيه يبقى لونها ايه، تعال ناخد لون فاتح كده شويه، قول له احنا عايزين اللون ده، ادوس اوكي. دلوقتي بقى السيلكشن بتاعي هو اللي باللون، انا عايز اخلي اللون ده يبقى على الباك جراوند، فمحتاج اعمل ايه؟ حاجات كنا قلناها قبل كده ممكن نقولها تاني. احنا محتاجين نعكس الماسك اللي هو بيتكون من الابيض والاسود. طيب الابيض اللي هو ظاهر لي والاسود المخفي، طب انا عايز اعكسه، بعكسه بايه؟ بكنترول اي. كده عملت الماسك بقى هو الباك جراوند، والبنت هي اللي باينه لي.
طيب عايز اغير اللون، خلاص سهل، بدوس هنا وبختار بقى ايه اللون اللي انا عايزه. تمام، الموضوع بسيط جدا. طيب مثلا تعالى نشوف حل تاني، ممكن اعمل ايه؟ اعمل هنا كنترول شيفت جي، ليه؟ عشان افصلها اصلا من الباك جراوند بتاعتها. طيب كده خلاص انا مش محتاج الباك جراوند دي، خلاص البنت بقت مفصولة، ممكن احطها على اي حاجة، اجيب صورة، اجيب اي حاجة. طيب تعالى نعمل اهو لير جديد واختار اي لون، محتاج مثلا اللون ده، اوكي، وبملى اللون بايه؟ بالت ديليت، خلاص ما بقاش فيه ان انا اروح بقى اجيب الجردل بتاع زمان ولون وادلق والجو ده، خلاص ما بقاش في الكلام ده. دلوقتي بقى بنستخدم الفيل، وبنعمل فيل الباك جراوند ازاي؟ بالت ديليت او كنترول ديليت. تمام، طيب ده حل تاني، اوكي ماشي. ممكن نعمل ايه؟ لا ما اعملش الباك جراوند خالص، ممكن اهو كنترول زد نرجع للشكل بتاعنا تاني اهو. ممكن اعمل ايه؟ ممكن اعمل ماسك عليها نفسها، خلاص بعد كده خلاص اهو. ممكن بقى احط اي حاجة تحتها، طب بلاش نحط، ما نحطش لاير ونملاه، تعالى نعمل حاجة تاني. ما انا ممكن من هنا اصلا احط سوليد كولر اهو، اوكي انزل تحت، فعندي اكتر من حاجة ممكن اقدر اعملها. طب انا عايز اغير اللون، اغير من هنا اهو، محتاجين لون زي ده اهو اهو، خلاص فالموضوع بقى سهل جدا، وممكن نعمله في اي بطريقة سهلة جدا ما ياخدش معانا دقايق. طب تعالى انا دلوقتي كنت بشرح، المفروض ان انا كنت بشرح براحة، تعالى نعملها مرة واحدة خلاص من الاول تاني ونشوف هتاخد معانا وقت قد ايه. ادي الصورة في الأصلية جبناها من الهيستوري، خلاص هفك كده اهو في ثانية، ممكن اهو سيلكت سبجكت، عمل الصورة معايا، عملت لها ماسك، ومن هنا حطيت لها سوليد كولر، اختار اللون اللي انا محتاجه وادوس اوكي، انزله تحت بكل سهولة. ممكن اعمل 500 صورة دلوقتي واغير اللون بتاعها في ثواني. خلاص انا هكتفي معاكم النهارده بالموضوع ده، موضوع السيلكشن ده والطريقه الجديده، وباذن الله هنزل لكم الحاجات الجديده كلها في الفوتوشوب بقدر الامكان. هنخلي الفيديوهات صغيره ما تزيدش عن 10 دقائق عشان نقدر نتعلم حاجات كتيره وما نحسش ان الفيديو كبير قوي ونمل منه. استنوني في الفيديو الجاي هجيب لكم برضو حاجه جديده ان شاء الله، وطريقه سهله جدا ان احنا نعمل سوفت سكان او الريتاتش للوش وازاي نخليه ناعم، وهحاول اثبت لكم الصور اللي هنشتغل عليها على اساس ان احط لكم الصور دي تقدروا تستخدموها تجربوا فيها وتشوفوا الدنيا هتمشي معاكم ازاي. معلش لو طولت عليكم، يا رب تكونوا استفدتوا، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب او تعملوا شير عشان الناس تستفاد بالحاجات الجديدة اللي بننزلها. شكرا.